في تطور خطير وصف كمقدمة لانقلاب قادم، شهدت سقطرى تمردا عسكريا على السلطة الشرعية. التمرد أتى من كتيبة حرس السواحل التابع للواء أول مشاة بحري، والتي قامت برفع العلم الجنوبي في حفل حضره رئيس المجلس الانتقالي بالأرخبيل يحيى مبارك سعيد، تم فيه إعلان الولاء لما اسمه البيان بالجيش الجنوبي والرئيس الزبيدي. وحسب توجيهات القائد كتيبة حرس السواحل بالجزيرة العقيد بحري محمد أحمد علي مبارك، والضباط وصف ضباط وجنود كتيبة حرس السواحل محافظة أرخبيل سقطرى، نعلن تأييدنا وانضمامنا للجيش والأمن الجنوبي. وفق مصادر حكومية، فإن هذا التمرد أتى بعد قيام الإمارات عبر يحيى مبارك بشراء ولاء بعض القيادات العسكرية، منها قائد الكتيبة المتمردة عقيد بحري محمد أحمد ومحفوظ علي سوكر. وقد أكدت المصادر توزيع مبالغ مالية كبيرة على بعض أفراد حراس السواحل بإشراف الإماراتي أبو راشد الزعابي. يقع مقر كتيبة حرس السواحل في شرق مدينة حديبو، ووفق مصادر مقربة من السلطة المحلية، فإن السيطرة على الكتيبة يأتي ضمن مخطط يشرف عليه المندوب الإماراتي خلفان المزروعي بهدف الاستيلاء على الميناء ثم العاصمة. المخطط الإماراتي وفق مسؤولين يرمي للاستفادة من التمرد في حال نجاحه لدعم فرض سلطة أمر واقع وتكرار تجربة عدن في أرخبيل سقطرى. وكان العميد الإماراتي خلفان المزروعي الذي يرعى عملية التمرد قد دخل سقطرى تحت غطاء العمل الإنساني بصفته رئيسا لمؤسسة خليفة. السلطة المحلية بالمحافظة أكدت حدوث تمرد على شرعية الرئيس هادي مدعوم بشكل واضح وصريح من قبل الإمارات. وقد أمهلت السلطة المحلية في بيان لها المتمردين 24 ساعة لإنهاء الفوضى، في الوقت الذي حذر فيه مراقبون من خطورة صمت اللواء أول على التمرد الواقع في سلطته وتكرار تفرج الشرعية وانتظارها التدخل السعودي الذي غالباً ما يأتي لصالح المتمردين.